اعلنت وزاره الخارجيه انها تتابع عن طريق القنصليه العامه لمصر في ميلانو ملابسات حادث العثور على جثه مواطن مصري داخل سيارته في منطقه ريفيه نائيه بمدينه سيلافينا بايطاليا مشيره الى ان الوفاه وقعت في الرابع عشر من يناير الماضي وقالت وزاره الخارجيه ان القنصليه العامه في ميلانو تواصل اتصالاتها المكثفه مع السلطات الايطاليه المعنيه للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاه كما قام القطاع القنصلي بوزاره الخارجيه بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهره لتقديم المواساه والتعازي لاسره الفقيد وتقديم المساعده القنصليه لهم واكدت الخارجيه انه جاري متابعه الموضوع للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى الى القاهره فور الانتهاء من الاجراءات اللازمه